بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم من خلال هذا اللقاء الخاص عبر برنامج في رحاب الجامعه. نحن سعداء جدا نلتقيكم في هذه المساحه وان يكون ضيوفنا اعزاء علينا داخل الاستوديو جمعيه نهضه العلماء. هذه الجمعيه تقوم على العديد من النشاطات. سعداء ان يكون معنا داخل الاستوديو الاستاذ صلاح صديق فتح الرحمن. اهلا ومرحبا بك صديق فتح الرحمن، انت مستشار لهذه الجمعيه جمعيه نهضه العلماء. كذلك اهلا بك محمد حنبلي، انت الرئيس التنفيذي لهذه الجمعيه. اهلا ومرحبا بكم. ما شاء الله تشرفنا بكم يا شيخ. ان شاء الله مرحبا بكم صديق، انت مستشار لهذه الجمعيه. خلينا نتكلم عن بدايه هذه الجمعيه جمعيه نهضه العلماء. بكل تاكيد هي جمعيه من المسمى ظاهر انها بماذا تشير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه الجمعية أسست سنة 1926 31 ديسمبر يناير، أسست في إندونيسيا. كانت هذه الجمعية أسست لإقامة تعليم الديني في المجتمع الإندونيسي. فالآن تطورت هذه الجمعية، أصبحت عندها لجان كثيرة وعندها أعضاءها تقريبا أكثر من 80 مليون في إندونيسيا، وتعتبر هذه الجمعية أكبر جمعية في العالم. نعم نعم. أيضا محمد حنبلي كما ذكر صديق أن الجمعية أسست في 1926، هذا تاريخ قديم وتاريخ بعيد جدا الآن. نعم. أكثر نقارب على 100 عام بعد. نعم. كم من العوام. نعم. يعني الآن نهضة العلماء، هذا المسمى البعض قد يظن أنه يختص فقط بالعلماء، لكن دعنا نتحدث عن عضوية هذه الجمعية، مما يتكونون كل الفئات المجتمع هي خاصة فقط لعلماء الأمة. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وطبعا أستاذ أنه هذه الجمعية جمعية نهضة العلماء، نسميه بجمعية نهضة العلماء ليس خاصة للعلماء فقط، لكن مفتوحا لكل شعب في العالم وخاصة الإندونيسيا. وهناك يعني العلماء في فنونهم، منهم يعني خاصة في مجال الدينية، اجتماعية، فنية، ثقافية، ومالية ممكن، وغيرها من المجالات. يعني طبعا صديق كما ذكر محمد أن أعضاء جمعية نهضة العلماء هم من كل الفئات. اختصاص هذه الجمعية، يعني شكل البرامج التي تقدم من خلال وجود مثل هؤلاء الأعضاء العلماء في كل المجالات المختلفة، شكل البرامج التي تقدم والأنشطة. نعم. طبعا في جمعية نهضة العلماء عندها اللجان، أذكر واحد منها مثلا اللجنة الدعوية. فهذه اللجنة تهتم بالأمور الدعوية، مثلا تدريب الدعاة، وكذلك يرسلون الدعاة إلى القرى الذين ليس فيها العلماء، فيرسلون الدعاة الذين تم تدريبهم في هذه اللجنة ثم ترسلون إلى البادية مثلا تعليم الناس. نعم. خاصة في 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 جانب الدعوة، في جانب الدعوة. نعم نعم. وواحد مثلا أذكر مثال اللجنة التطوير الموارد البشرية. نعم. فهذه اللجنة تهتم بالقضايا الأفكار المعاصرة الإسلامية، وكي تحمي هذه الأمة الإسلامية عن الأفكار الشاذة أو الضالة. هكذا تقام مثلا السمينارات والمحاضرات وهكذا وإلى آخره بشكل عام. بشكل عام. نعم صحيح. الآن أيضا باعتبار أن الآن كل أعضاء هذه الجمعية هم من العلماء في كافة أو شتى المجالات. نعم صحيح. بكل تأكيد هناك هيكل يحكم هذا العمل، الهيكل الذي يقوم عليه كأعضاء. نعم. جمعية عمومية ومجلس أمناء ومجلس تنفيذ. نعم، حدثنا عن هذه الجزئية. أيوة نعم. وطبعا هذه الجمعية هناك هيكل التنظيمي. نعم. الأول يعني هيكل مجلس استشاري،
هناك المستشار من مجال العلماء مثل صديق صراحة هو وحده في المجلس أم هناك عدد كبير من المستشارين؟ أيوة نعم، هنا في السودان عندنا 12 مستشارين يعني، وثلاثة من إندونيسيا، والباقون يعني 9 سودانيون طبعا. كلهم سودانيين؟ كلهم سودانيين. نعم. نعم. الوحيد صديق هو من إندونيسيا؟ من إندونيسيا. نعم. هذا أول يعني من مجلس الاستشاري، ثم الثاني عندنا المجلس الشورى. مجلس الشورى ويتكون من رئيس مجلس الشورى، ثم نائب رئيس، ثم الكاتب وأعوان. هذه في مجلس الشورى. وعندنا أيضا الثالث من مجلس التنفيذي، يعني رئيس تنفيذي، ثم المساعد، باقي الأمانات. أيوة باقي الأمانات هكذا، ونائب هكذا، ثم السكرتير وأمين المال وهكذا. هذه في مجلس تنفيذي. والأخير اللجانات طبعا. اللجانات هناك كثير من اللجانات، وفي السودان عندنا 6 لجان في جمعية نهضة العلماء في الأردن الخاص بالسودان. وطبعا عندنا من جمعية هيكل المستقلة، هيئة مستقلة. No. هيئة مستقلة. عندنا مسلمة جمعية نهضة العلماء، وهذه الجمعية مسلمة نهضة العلماء خاصة للنساء فقط. أها. هي مختصة في جانب النساء. تختص بالنساء فقط. طيب الآن كما ذكر محمد حنبلي أن الهيئة لديها هيكل تنظيمي يحكم عمل جمعية نهضة العلماء. طيب بهذه التخصصات اللي ذكرها، مستشارين، 10 مستشارين، 9 من السودان وأنت من إندونيسيا، ذلك المجلس الشورى والمكتب التنفيذي واللجان المختصة بعدد من الأعمال الخاصة، ما مهام هذه الأجسام؟ مثلا المستشارين ماذا يفعلون؟ مجلس الشورى ماذا يقدمون في كافة المجالات هذه؟ نعم. المجلس الاستشاري نحتاج منها يعني كي نستشير من هؤلاء خاصة من خبرتهم. أذكر مثال، مثلا نحن نأخذ المستشارين من السودان، أي من جنسية سودانية. نحن نريد الخبرة، وكذلك مثلا لو نريد نتواصل مع مثلا مع الجمعية الموجودة في السودان مثلا، يعني لو لم نعرف يعني طريقة الوصول إليهم إلا عبر المستشارين. نعم. لأن هؤلاء تعتبر يعني كبار المسؤولية في هذا في الدولة. البلد. مثلا أذكر مثال واحد من هؤلاء يعني مدير جامعة القرآن الكريم، وكذلك واحد منها مدير جمعية القرآن الكريم. نعم. جامعة وجمعية. نعم. وكذلك يعني سادات شيوخ طرق صوفية ينضم في ذلك المجلس، في مجلس الاستشاري. نعم، في مجلس الاستشاري. أما بالنسبة مجلس الشورى، الشورى عندها يعني وظيفة يعني العلاقة الخارجية، الذي يخاطب مثلا المستشار ليس رئيس تنفيذي لكن رئيس شورى، هذه مهمتها. هذا الترتيب في شكل الإدارة. ترتيب في الشكل الإداري. يعني الآن ممكن محمد حمد لا يخاطبك أنت مباشرة. نعم. يخاطب مجلس الشورى. نعم. من ثم مجلس، هو يخاطب مجلس الاستشاري. هكذا. نعم. سلسلة إدارية. نعم. قوية. نعم. أما مجلس التنفيذي تهتم بالأمور الداخلية. مثلا كيف يعني يقام البرنامج ما مثلا، وكيف يدير هذه الجمعية هكذا. نعم. تهتم بالشأن الداخلي. نعم. نعم. نأتي أيضا محمد حملي جانب التنفيذي، أنت رئيس المجلس التنفيذي لجمعية نهضة العلماء، الشكل الجانب الإداري، المحتوى للأعضاء، الإحاطة باللجان المختلفة. نعم. كيفية تسيير أعمالكم من خلال هذه اللجان؟ طبعا شيخ، عندنا في مجلس التنفيذي أنا ذاته عندي 4 مساعد. نعم. لكل مساعد عنده وظيفة معينة. مساعد أول، مساعد ثاني. نعم. مساعد ثالث ورابع. نعم. يعني المساعد أول يعني عنده وظيفة لكي يراعي 3 من اللجان، يعني اللجان الذي يهتم بوظيفته، وهذا المسؤول الأول
عنده مسؤولية في هذه اللجان الثلاثة. والمسؤول المساعد الثاني يعني يهتم بالثلاث الباقي من اللجان في جمعيتنا في فرع خاص في السودان. والمساعد الثالث عنده وظيفة خاصة لجانب تربوية يعني نعم. كيف للأعضاء كل أعضاء الجمعية نادي العلماء يعني ينجحون في دراستهم في الجامعة في السودان. هذه من وظيفة المساعد الثالث. والمساعد الرابع عنده وظيفة علاقة الخارجية. كيف يعمل ماذا يعني معاملة بين جمعية نادة العلماء فرع خاص بالسودان مع جمعية الأخرى في السودان. نعم. شغل علاقات التشبيك والمقارنة بين المنظمات والجمعيات. أيوة نعم. إما جمعية الإندونيسية أم جمعية السودانية. هذه من وظيفة المساعد الرابع يعني. وطبعا أيضا عندنا السكرتير عنده وظيفة administration publication وغيرها من الأشياء. طبعا والأخير جانب الإدارية المختصة بتسهيل عمل أيوة هذه الجمعية. أيوة هذه من سكرتير. نعم. يعني والأخير يعني أمين المال وطبعا تنظيم المالي في هذه هذا أهم الجمعية. شخص في هذه الجمعية. طبعا نحن نحيي كل أفراد جمعية نهضة الأمة وسعيدين جدا يكون معنا داخل الاستوديو مجموعة من الشباب من مجموعة شفاء القلوب، هذه المجموعة التي تقوم بتقديم عدد من المدايح النبوية محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نسمع نذهب إلى هذه الجمعية شفاء القلوب لنشفي قلوب من خلال واحدة من الأعمال مدحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم عبر هذه الجمعية نهضة العلماء ومجموعة شفاء القلوب. نذهب من ثم نعاود حديثنا مع جمعية نهضة العلماء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الخضراء زانتك بالخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن ويولع الكرماء يغرى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات صلى عليه علموا علم اليقين
العالمين أفرض الصلوات عليه أن رب العالمين أفرض الصلوات نبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس ونزل سلم عليك النصارى النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أفرض الصلوات عليه أن رب وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهلا من جديد بكل الأصدقاء في كل مكان. شهدنا واحدة من الأعمال الجميلة لمجموعة شفاء القلوب التي قدمت هذه المدحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيدين نكون في استضافة واحدة من الجمعيات، جمعية نهضة العلماء. أهلا ومرحبا بكم من جديد صديق فطر الرحمن محمد حنبلي، مستشار جمعية نهضة العلماء ورئيس المكتب التنفيذي. وقفنا قبل هذه المدحة في أنه الهيكل التنظيم والعمل الإداري وشكل العلاقات ما بين جمعية نهضة العلماء وباقي المنظمات والجمعيات الأخرى. أنتم من خلال فعالياتكم وبرامجكم التي تقدمونها للمجتمع السوداني بحسب وجودكم كواحدة من أفرع جمعية نهضة العلماء، كيفية التنسيق بينكم مع باقي الجمعيات الأخرى في السودان؟ كيف تتعاملون مع هذه الجمعيات؟ نعم. موجه إلي؟ نعم. نحن طبعا عندنا علاقة كثيرة مع الجمعيات الموجودة في السودان، لكن علاقتنا بهذه الجمعية مختصرة في جانب التربوي. نعم. مثلا عندنا علاقة خاصة مع جمعية القرآن الكريم، ف برنامج الذي أقيم بيننا، يعني التعاون بيننا، هو برنامج القرآني. نعم. مثلا تلاوة القرآن وتحفيظ القرآن، وكذلك عندنا علاقة مع ويلكم تو إسلام. إسلام. نعم. هذه المنظمة كبيرة. لهم التحية لكل أعضاء. وقبل ثلاثة أشهر أظن أقيم يعني تحفيظ القرآن في ذلك المسجد، فالحمد لله
نعم الحال ونحن يعني نتعاون مع شتى الجمعيات في السودان. نحن مسرورون لهذا التعاون صديق. أيضا محمد حنبلي شكل التعاون منكم ما بين باقي المنظمات في الجوانب الإدارية في التعاون في كيفية توفير المعينات المناسبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع. نعم كما قال أستاذ صديق إسمنطا أن جمعيتنا يعني مفتوحة يعني ليس مغلقة لإندونيسيا فقط. نعم. يعني نحن نتطور عملنا ومعاملتنا مع جمعية الأخرى في السودان مثل جمعية منظمة ويلكم تو إسلام هذا وبهذه العلاقة وطبعا نحن نبحث عن المجال الموافقة بين جمعيتنا مع الجمعية التي عندنا علاقة معها مثلا جمعية ويلكم تو إسلام هذا عندنا اللجان اسمه لجنة دراسة القرآن الكريم ثم نتعاون مع هذه الجمعية في مجال القرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم وقد عملنا دورة يعني لحفظ القرآن الكريم ويشارك في هذه الدورة عدد من الطلاب إما من داخل جمعية ندوة العلماء ومن خارجها وهكذا. نعم صحيح. طيب الآن ذكرتم أن الجمعية هي موجودة في السودان ومركزها الرئيسي في إندونيسيا. نعم. نتحدث عن هل هو فرع السودان فقط أم هناك أفرع في مختلف أنحاء العالم؟ نعم. وكيفية التنسيق بينكم وبين هذه الأفرع والربط بينكم ما بين المركز وبين السودان؟ نعم. طبعا الآن كما أعتقد هناك فروع كثيرة التي تنسب إلى هذه الجمعية نهضة العلماء أظن أكثر من 20 فروع 20 فرعا نعم. في مختلف أنحاء العالم نعم. في العالم سواء كان في أستراليا و حتى أستراليا آسيا. نعم أستراليا آسيا وأمريكا أوروبا. وأوروبا كل موجود أفريقيا طبعا نعم ومعظم أعضاؤها الطلبة الذين يدرسون خارج البلد نعم نعم مثلا يعني هي عملية إحاطة بالطلاب الإندونيسيين في كل أنحاء العالم صحيح نعم. وتظهر أهمية هذه الفروع يعني خاصة في أوروبا مثلا هؤلاء الطلاب الذين يدرسون في تخصص ليس تخصص الديني كما نحن هنا ندرس في السودان هؤلاء يدرسون مثلا الطب والهندسة ويريد يعني يحيي شعائر الدينية نعم وهذه مهمة هذه الجمعية نعم. لكن نعم. أنتم في نعم. السودان وداخل جامعة إفريقية العالمية نعم. تدرسون الطب وأنتم تدرسون الدعوة في نفس الوقت نعم والهندسة أيضا نعم. داعية نعم. هي سنة لهذه الجامعة نعم. أن تخرج الطبيب الداعية والمهندس صحيح. الداعية والمعلم الداعية صحيح. كل المجالات نعم. مطلوبات الجامعة هي نعم. موجهة نحو الدعوة بحسب رسالة هذه الجامعة نعم, نعم. منها الدراسة الذي حصلنا عليه يعني ليس في تخصص طب نعم. إذا كان فرصة يعني تؤتي لنا مثلا في الطب ممكن نأخذ مباشرة نعم نعم كما ذكرت يعني في سؤالك يعني كيف تنسيق بهذه الفروع وكيف ننسق بجمعية المركزية فطبعا نحن الحمد لله سهل لنا هذه التنسيق بهذه الاتصالات الاجتماعية ونحن يعني عندنا اجتماع السنوي في المكة المكرمة في عام الحج في أشهر الحج نعم فهناك يأتون يعني كبار المسؤولين سواء كان من جمعية نهضة العلماء المركزي بجاكرتا وسواء كان كبير المسؤول في من الفروع يأتون لأداء الحج ثم يجتمعون هنا يتفكرون في كيفية نعم كيف ننسق البرامج يطورون نعم. العمل داخل صحيح هكذا نعم محمد حنبلي أنت في الجانب الإداري نعم. في جمعية نهضة العلماء بالسودان داخل الخرطوم علاقتك بباقي الأفرع في مختلف أنحاء العالم في شكل التبادل ونقل الخبرات الإدارية في تنفيذ عدد البرامج المشابهة والمشتركة الحمد لله في زماننا هذا قد سهل لنا يعني
أنه ماذا المعاملتنا مع بقية الفروع من جمعية نهضة العلماء في شتى العالم على عبرة يعني إنترنت. نعم يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مع التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي. وطبعا هذه من التواصلات نستطيع أن نعمل هناك المشاركة وتعاون بين البرنامج في جمعيتنا. فمثلا عندنا الآن في جمعية نهضة العلماء فرع النبي السودان وعندنا ماذا علاقة مع جمعية نهضة العلماء في تونسيا. وهذه التعاون نريد يعني أن ندعو بعض من الكبار العلماء وكبار ماذا يعني برلمان في إندونيسيا حتى هم يأتون في السودان وتونسيا. وهذه من نتائج مشاركتنا ومعالتنا مع بقية من الجمعية في شتى العالم. نعم. طيب الآن يعني خلينا نتكلم عن شكل التبادلات أو العلاقات المتبادلة ما بين الشعبين، الشعب الإندونيسي والشعب السوداني، هي علاقات أزلية وتاريخية قديمة جدا. صحيح. وفي عدد كبير من السودانيين متواجدين في إندونيسيا ولهم إسهام كبير في نشر الدعوة. صحيح. نذكر منهم الشيخ الجليل علي سركتي. نعم. ونحيي من خلال هذه المساحة أستاذنا العالم الكبير والعالم الجليل البروفيسور يوسف الخليفة أبو بكر، هو حفيد لهذا الشيخ الكبير سركتي في إندونيسيا، هو حفيده موجود الآن. صحيح. مدير مركز يوسف الخليفة كتابة اللغات بالحرف العربي، الحرف المنمط بحرف اللغة القرآن الكريم. نعم. نحييهم، نحيي كل المساهمين في إندونيسيا في السودان بهذه العلاقات. التبادل الشعبي ما بين إندونيسيا وما بين السودان في شكل العلاقات الشعبية والعلاقات ما بين الشعوب، الفائدة من هذه الجمعيات. نعم. طبعا نحن يعني حقيقة كالسفراء. نعم. من دولة إندونيسيا. صحيح. لكن سفراء في مجالات مختلفة. في مجالات مختلفة. نعم. صحيح. مثلا لا نستطيع أن ننكر بوجود هذه الجمعية تقوي علاقة بين الشعب الإندونيسي وبين الشعب السوداني. نعم. مثلا في مجال الدعوة السفارة لا تهتم أو ما عنده برنامج مختص بها بالدعوة. نحن الذي نقدم الدعوة ونزور إلى المشايخ ونزور إلى المدير مثلا الجامعات. فنحن يعني حقيقة كالسفراء توجدون علاقات الاجتماعية بين الشعبين. نعم. صحيح. نعم. نحن سعيدين نكون في ضيافة مجموعة نهضة جمعية نهضة العلماء فرع السودان، وسعيدين أكثر يكون من خلال جمعية شفاء القلوب التي تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من جديد نسمع واحدة من الأعمال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبر جمعية شفاء القلوب التي تشفي قلوب من خلال هذه الكلمات والعبارات الجميلة في حق أكرم الخلق وأجملهم وأحسنهم وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. نسمع هذه المدحة من ثم نعود من جديد حديثنا مع نهضة العلماء. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد بسيط المعروف جاه
محمد نوره الهادي من الظلم. من جديد بكل الأصدقاء في كل مكان من خلال هذا الحديث المستمر والطيب حول هذه الجمعية, جمعية نهضة العلماء. سعيدين نكون معنا من جديد, جدا ترحاب بصديق فتح الرحمن مستشار جمعية نهضة العلماء ومحمد حنبلي رئيس المكتب التنفيذي. أهلا ومرحبا بكم من جديد من خلال في رحاب الجامعة. هذا البرنامج الذي يعنى بتقديم الفرق المجموعة والمجموعات الموجودة داخل جامعة أفريقيا أو من خلال أيضا داخل السودان. وقفنا في شكل علاقة ما بين الشعبين الإندونيسي والشعب السوداني وعلاقات الأزلية وإسهام بعض السودانيين في مجال الدعوة في إندونيسيا, والآن وجود مثل هذه الجمعية تقوم بأعمال كبيرة داخل السودان. من خلال جمعية نهضة العلماء البرامج التي تقدم للشعب السوداني من خلال أبناء إندونيسيا في السودان, برامج تقدمونها من خلال هذه الجمعية. أما البرامج التي نقدمها إلى شعب السودان مثلا المدائح, ونحن سجلنا كثير في القناة بسبب هذا المدائح, والحمد لله يعني. وكذلك يعني نقدمها في خاصة في شهر المولد في الزاوية الصوفية. نحن يعني نقدم ونشارك في احتفال مولد نبوي معهم, يعني مع هؤلاء الصوفية. صحيح. نعم. أيضا من خلال هذه البرامج الخاصة في الجانب الإداري, أنت مختص في الجانب الإداري بعدنا محمد حنبلي. العلاقة كما ذكر صديق علاقة الجمعية نهضة العلماء بالطرق الصوفية المختلفة المتنوعة داخل السودان.
علاقتكم مربوطة بكل الطرق الصوفية، تقدمون هذه المدايح في كل ساحات المورد النبوي الشريف. نحن الآن سعيدين نمر بهذه السيرة العطرة، سيرة مورد النبي صلى الله عليه وسلم وذكراه العطرة. أنتم تقدمون هذه من خلال كل المساحات، كيف تجد قبول السوداني لهذه المديح؟ طبعا يا شيخ، علاقة السودان وإندونيسيا علاقة أخوية شقيقية. يعني لا نستطيع أن نفرق بين هذين الدولتين، يعني لأن نحن يعني دولة شقيقة. وطبعا ثقافتنا يعني واحدة، ثقافتنا واحدة، ويشبه معنا من كثير من المجالات. إندونيسيا يعني مشهور بمدى الدول الذي سكانه أكبر مسلمين في العالم. نعم. يعني وكثير من السكان وغالبهم صوفية. وهكذا السودان. إذن هذه العلاقة وهذه الأسباب يعني يسهل لنا بمدى بمعاملتنا مع السودان. وطبعا كما ذكر الأستاذ سيدك فطور الرحمن أن واحد وأن من بعد مستشارنا ومن طرق الصوفية من كبار علماء الصوفية في السودان، وعلماءنا في إندونيسيا كل سنة يعني يدعو العلماء الصوفية في السودان حتى يزور إلى إندونيسيا. وهذه معاملة أن زيارة بين السودان وإندونيسيا يسهل لنا في إدارتنا، خاصة في جمعية نهضة العلماء في السودان. نعم. أيضا ذكرتم أن معظم البرامج أو معظم المدايح تقدمونها من خلال شهر المولد بالذات. نعم. خلينا نتكلم عن نوعية المدايح التي تقدم. باعتبار الآن السودان حسب كثير من الإحصاءات أنه أكثر شعب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير جدا من المادحين وطرق صوفية كبيرة جدا وامتنانات أصيلة جدا لهذه الطرق الصوفية. نحييهم من خلال هذه المساحة عبر الرحاب الجامعة. وإندونيسيا والسودان صنوان في الإسلام الآن، يعني أكبر نسبة في إندونيسيا في الإسلام، أيضا في السودان هم يعني ال 100% الآن هي السودان المسلمين. نعم. صحيح. هذه المدايح من يكتبها لكم؟ أنتم تقدمون المدايح المسموعة على مستوى العالم أم لديكم من يكتب هذه المدايح؟ لا، حقيقة هذه المدايح يعني مقروءة أيضا في دول العربية. لكن في اليمن، لكن أظن في السودان لم أقرأها كثيرا. الذي نقرأه يعني مثلا القصيدة البرزنجي والقصيدة البردة. نعم. وسمت الدرار، هذا ألفها العربي. نعم. ليس الإندونيسي، لكن هناك لا شك هناك يعني المدائح ألفها الشيخ الصوفي الإندونيسي، مثلا نشيد بدر. صح، نشيد بدر ممكن ننشدكم نحن في في ختام هذا البرنامج ان شاء الله. فلما يعني ننشدها مثلا قصيدة البردة مع انها يعني مشهورة في الدول العربية، لكن في السودان غير مشهور. اولا يستغرب السودانيون، يستغرب ما هذه المدائح، بل قد لا يفهم هل هذه العربية ام لا. نحن برضو نتعجب. نعم. هذه القصيدة قد يكون عربية. أسلوب التوصيل. نعم. والصوت وشكل الأداء هو غريب. نعم. بعض الشيء لأنه تعود. نعم. على نوعية معينة من المدح صلى الله عليه وسلم. صحيح. صحيح. والحمد لله الآن نحن يعني ننشدها يعني ليس في شهر المولد فقط، لكن أسبوعيا في مكتبنا فرع خاص بالسودان لجمعية نهضة العلماء ننشدها ليلة الاثنين. نعم. يوم الأحد المساء. يوم الأحد مساء. نعم. قد حضر واحد من مسجل. نعم. من جامعة أفريقيا الأسبوع الماضي. نعم. نعم. نشارك وننشد معنا في المجلس. والحمد لله. والله الحمد لله. هذا عمل كبير أيضا. نعم. من خلال جمعية نهضة العلماء. محمد حنبلي، عدد كبير من الجمعيات موجودة في السودان.
وأيضا طرق صوفية عديدة. نعم. لكن اختياركم أنتم أن تتواصلوا مع عدد من الجمعيات واختياركم عدد من المنظمات وعدد من الطرق الصوفية هو اختيار مبني على رؤية معينة أن ترون هؤلاء أقرب إليكم من باقي الطرق أم أنتم مفتوحون على كل العالم؟ طبعا جمعيتنا يعني جمعية التي تتجه مع أهل السنة والجماعة. نعم. ونحن نحب الصوفية وإننا في إندونيسيا جمعية طريقة المتابرة الصوفية المتابرة طرق الصوفية المتابرة طرق الصوفية المتابرة. نعم. يعني هذه الذي قد اعتبر وقد اشتهر في إندونيسيا وكمان كثير من الطرق الصوفية الذي وجدنا في أول مرة في السودان مثل الركينية وبعض السمانية ممكن يعني سمانية والتجانية التجانية موجود موجود في إندونيسيا موجود في إندونيسيا لكن بعض من الطرق الصوفية ما وجدنا في إندونيسيا مثل طريقة الركينية ما موجودة لكن لا ماذا يعني نغفل باقي طرق الصوفية يعني في مكاشفية وفي نحن نتعامل معهم ثم نجلس معهم ثم نتعرف بعضنا مع بعض حتى نعرف كيف يعني في داخله في داخل هذه الطريقة يعني وإذا كان هذه الطريقة يناسب مع الطريقة في إندونيسيا تحت رئاية ماذا يعني لجنة طريقة المتابرة في إندونيسيا نحن نتعامل معهم وهكذا يعني من تنظيم الداخلي في جمعيتنا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم أيوة نعم رغم ذلك نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحبكم أيضا الشعب الإندونيسي وما زلنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذا المديح الكبير لمجموعة شفاء القلوب نذهب أيضا لهذه المجموعة من جديد ونسمع واحدة من الأعمال التي تحرك الوجدان شغفا وحبا في أكرم الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نذهب لجميع شفاء القلوب نشفي قلوبنا ونعاود من جديد أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور نور وطيب أنفاس جنة مفاتيح رحمة نغم حبيب الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على زرتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول إنك لزرتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول
ولو رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول ولو رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا نبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي صلوا على النبي محمد. أهلا من جديد بكل الأصدقاء، ما زلنا في حضرة جمعية نهضة العلماء وحديثنا يطول ومع ذلك يترى حول أعمال هذه الجمعية وما تقدمه للشعبين، الشعب الإندونيسي والشعب السوداني. ذكرتم صديق فتح الرحمن ومحمد حنبلي أن هذه الجمعية لديها فروع في كل أنحاء العالم. نعم. ربطكم بين المركز باقي الأفرع وكيفية التعامل أنتم، يعني التوجيه الذي يأتي للجمعية للفروع من المركز، أم تقومون بعقد برامجكم وفق متطلبات أهل المنطقة وفق حاجتهم وتراعون شكل العادات والتقاليد التي تقوم عليها هذه الجمعيات في معظم البلدان؟ نعم،
حقيقة نحن نتحرك في تنفيذ البرامج، يعني لابد أن نرعى الأهداف الأساسية لهذه الجمعية المركزية. مثلا الجمعية المركزية يعني ترفع الشعار مثلا إقرار السلام مثلا في مجال الدعوة. نعم. فبرامجنا لا يبعد عن هذا الشعار، وهكذا نسير. نعم. فأما أن تعاملنا مع هؤلاء الكبار، نحن نتعامل ليست معاملة شهريا أم سنويا، لكن هناك توجيه بصفة عامة لكل الفروع. مثلا الفروع لابد أن نسير أي أن تسير في البنود ألف باء وتاء مثلا هكذا. نعم. لا يعني لا يجوز أن تخرج من تلك البنود مثلا هكذا. نعم. التوجيه الآن من المركز وأما البرامج يعني نحن يعني نرى بمتطلبات المحلية. مثلا نحن حالنا يعني الطلبة، فمعظم برامجنا يعني يساعد إلى ترقية دراستنا. نعم. وهكذا. نعم. صحيح. أيضا ذكرنا من خلال هذه المساحة أن الجمعية تقدم أعمالها من خلال أعياد المولد النبوي. نعم. الشريف. نعم. شكل التفاصيل في الاحتفال ما بين إندونيسيا، ما بين السودان، ما بين باقي أقطار العالم، ذكرت كل الفروع في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه اختلاف بعض الشيء، لكن أنتم من خلال هذه الجمعية كيف تتعاملون مع هذه الاختلافات في معظم أنحاء العالم؟ نعم، كما ذكر أستاذ سيدك إسمنطة أن عندنا احتفال أسبوعيا، يعني كل ليلة الاثنين يعني أحد مساء، وخاصة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندنا يعني احتفال وطني يعني الذي نعمل في سفارة إندونيسيا، يعني كل سنة الماضية في يعني كل أنحاء العالم. أيه. كل السفارات إندونيسيا في العالم تقوم بهذا الاحتفال. نعم نعم، خاصة في السودان يعني في السنة الماضية قد عملنا هذه احتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في سفارة إندونيسيا، لكن في هذه السنة ما شاء الله قد شرفنا سيد السفير أن نعملها في بيته. نعم. يعني وقد جمع واجتمع الشعب الإندونيسي في السودان في بيت سيد السفير، ونعمل الحفلة مولد النبي في ذلك البيت، يعني نقرأ المدائح والسيرة النبوية وهكذا من المدائح النبوية. وأيضا قد عملنا يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مع الشعب السوداني. نعم. كمان لأنه نحن نعيش حول السودانيون نتقارب ثقافتنا أيضا، فلا حرج علينا أن نعمل احتفال مع الشعب السوداني. إذن قد عملنا بعض احتفال في الميدان المولد، وغدا إن شاء الله أيضا نعمل برنامج احتفال في أحد من زاوية طرق الصوفية، وهذه من الدعوة ماذا طريقة الصوفية علينا، وهذه دليل أن جمعيتنا يعني قد قبل يعني عنده قبول للطريقة في السودان. نعم، نحيي سفير الإندونيسي وكل الجالية الإندونيسية في السودان لاحتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيت السفير الذي تكرم بهذه الإكرامية، أن يجتمع كل أبناء إندونيسيا وأيضا أبناء السودان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ صديق، الاحتفال نفسه فيه روح روحانيات الآن، يعني تجد الشخص قد يكون يعني محبة وشغف بالنبي صلى الله عليه وسلم
ويظهر هذا من خلال حديثه ومن خلال تعامله مع الناس. محبة الناس لازم توجب محبة كل الخلق. صحيح. نعم. أيضا من خلال هذه الجمعية كيفية الاستفادة من محبة النبي ومحبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال برامج هذه الجمعية. نعم. فنحن يعني جمعية إسلامية طبعا نسير ونتخلق ونتزين بأخلاق المحمود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحاول مثلا نقرأ المدائح هناك مده والصفات المحمودة من الرسول، نحاول نطبقها في أيامنا اليومية. كيف نتعامل مع زملائنا، كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نتعامل مع أصدقائنا الذين جاءوا يدرسون في هذا البلد الكريم من شتى الدول. كيف نتعامل؟ لا نفرق لون ولا نفرق جنسية ولا نفرق يعني شكل. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل والتطبيق العملي لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى البرنامج، بل تحتاج إلى تطبيق العملي اليومي. صحيح. لا نحتاج إلى هذه الجمعية حقيقة، لكن نحتاج إلى تطبيق العملي. وهكذا. نعم. وكيف يتم تطبيق العملي محمد من خلال برامج جمعية نهضة العلماء؟ كما ذكر صديق أنكم تراعون كل الطبقات، لا تراعون إلى لون أو جنس أو كذا، لكن تجتمعون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. شكل الاحتفالات إندونيسيا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في إندونيسيا في مقر المركزي لجمعية نهضة العلماء. كيفية ماذا يعني احتفال لمولد النبي صلى الله عليه وسلم في مركز في إندونيسيا؟ وطبعا عندنا يعني احتفال شعبي الوطني واحتفال شعبي يعني خاصة للمدن في إندونيسيا. أولا يعني احتفال الوطني، نعمل هذه احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في قصر رئيس الجمهورية، ويأتون في هذه الاحتفال يعني كثير ومن الكبار العلماء في إندونيسيا ومن كبار برلمان في إندونيسيا من الوزراء، وطبعا رئيس الجمهورية جاء في هذه احتفال أيضا. والحمد لله هو احتفال على مستوى عالي يعني. أنا أيوة مستوى عالي. كما ذكرت إنه الشعب الإندونيسي معظمهم صوفيا، لكن عندما ماذا يعني نحتفل في قصر رئيس الجمهورية جاءوا من الفرق في إندونيسيا. نعم. إما صوفيا أم غير صوفيا يأتون في هذه الاحتفال، فهذه من الشعار أن نحن إندونيسيا نحب ونحب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول. والثاني يعني احتفال الشعبي الاجتماع الإندونيسي، وهناك كثير من الاحتفالات على حسب ثقافتهم. طبعا عندنا في إندونيسيا عندنا 17,000 جزر، ولكل جزيرة عنده ثقافة معينة. وإذا كان نذكر في هذه المجال لا نستطيع يعني ماذا يعني كثير جدا من الاحتفال على حسب المدى يعني الشعب الإندونيسي، لكن معظمهم نحتفل في المساجد. يعني كل واحد من الأسرة يأتون بالأطعمة والفواكه، ونجمع في هذه الأطعمة والفواكه في مسجد، ثم ندعو جماعة نقرأ القرآن، نقرأ مدائس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نوزع هذه الأطعمة إلى الناس المحتاجون يعني المجتمع. حوار هذه المساجد وفي هذه الولاية، وهكذا من الأمثلة احتفالنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه هي كرامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقطار العالم وكل الشعوب المسلمة، يعني تتزين دوما من خلال احتفالات أعياد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. صديق ذكر محمد حملي أن يتم احتفال داخل المساجد في عدد كبير من الجزر الإندونيسية. طيب الآن أنتم لديكم أفرع في كل أنحاء العالم، وتراعون عادات وتقاليد هذه البلاد التي أنتم تتواجدون داخلها. في رمضان كان مظاهر الاحتفال تزين كل المساجد وتحتفي بكل المصلين في صلاة التهجد.
لكن من خلال الأعياد مولد النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقطار العالم. كيفية إقامة مثل هذه الأعياد داخل المساجد، خاصة أن هناك عدد كبير من الناس ليسوا صوفيين، نعم لا ينتمون لطرق صوفية، لكن مشاركتهم في محافظة الصلاة توجب عليكم أن تشاركوهم في هذا الاحتفال. نعم. فأما احتفالات لمولد النبوي الشريف خارج البلد، نحن نرأي الطقوس الدينية الموجودة في ذلك البلد أيضا. نعم صحيح. فمثلا نحن في السودان الحمد لله الطقوس الدينية لا تختلف كثير. نعم. لكن في أوروبا مثلا، نعم في السودان الجمهورية، نعم لا تنفذ مثل هذه الاحتفالات. لكن هؤلاء الشباب الاندونيسيين مثلا تقيم مثل هذه الاحتفالات ليس في المساجد، لكن في البيوت هؤلاء الذين يسكنون في ذلك البلد. أما يعني توصيتهم لعامة المسلمين الموجود في ذلك البلد ليس بالمدائح مثلا، لكن مثلا بالتوصيات أو عبر المنابر. نعم. المساجد، لكن ليس بهذه الطقوس الدينية. صحيح. وهكذا يعني أخبرني واحد الذين ترسوا في تعالوا تعالوا. نعم. نعم. نحن ما زلنا في صحبة شفاء القلوب، هذه الجمعية. نعم. تقدم المدايح النبوية في حق خير المرسلين وخاتم الأنبياء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. نذهب أيضا نستمع إلى واحدة من الأعمال التي تقدمها مجموعة شفاء القلوب في متحف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعاود حوارنا مع جمعية نهرة العلماء من جديد عبر في رحاب الجامعة. هذا البرنامج الذي يدعونا بتقديم كل ما هو جديد من خلال مبادرات الطلاب ومبادرات الجمعيات الموجودة داخل جامعة إفريقيا العربية. نذهب إلى شفاء القلوب ومن ثم نعود. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي،
أفعل في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة. أزكى الأزكياء عليك يا حبيبي يا محمد يا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نحن في حضرة مدح النبي صلى الله عليه وسلم دوما تذوب الوجدانيات وتتعالى داخلنا الهتافات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل تأكيد الإحساس يضج محبة وشوقا وشغفا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. من جديد من خلال في رحاب الجامعة نستضيف جمعية نهضة العلماء، هذه الجمعية التي تقوم عليها مجموعة من الطلاب الاندونيسيين وعدد من السودانيين المتواجدين داخل هذه الجمعية. أهلا بكم مرحبا من جديد صديق فضل الرحمن ومحمد حنبلي مستشار ورئيس المكتب التنفيذي. أهلا ومرحبا بكم من جديد من خلال رحاب الجامعة. أهلا بكم. وقفنا أن عدد كبير من الجمعيات أو أفرع جمعية نهضة العلماء في كل أنحاء العالم تراعون عادة تقاليد الدول التي تستضيف هذه الجمعية. طيب من خلال هذه المناسبة الكبيرة احتفال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضحون لكل العالم خاصة أنه الآلة الإعلامية الغربية الآن توصم المسلمين بصفات ليست فيه؟ صحيح. نعم. كيف تقوم جمعية نهضة العلماء بتغيير هذه الصورة الشائعة عن الإسلام لدى غير المسلمين بإظهار الحقيقة التي تجعل المسلم في وجهه سليم، هو حقيقي بكل ما فيه، المسلم الذي يحب أخيه ويعمل له ويقف بجانبه بكل، حتى لا يفرق بين هذا المسلم وهذا، يقدم الخير للجميع. كيف تقومون على هذه الأعمال؟ صحيح. طبعا جمعية نهضة العلماء عندها المواقف الاجتماعية أو المواقف الدينية الاجتماعية، هناك ثلاثة مبادئ في تعاملنا مع الآخرين. الأول هو التوازن، ثم التسامح، ثم ثالث تواصل. فهذه الأفكار نريد ننشرها ونشرها لعالم الإسلامي وكذلك العالم أجمع. نعيد من جديد، التسامح. نعم. التسامح. نعم. والتوازن. والتواصل. هذه ثلاثة مرتكزات تقوم عليها. نعم. جمعية نهضة العلماء. نعم. تتسامحون مع كل الناس. نعم. نعم. وتتوازنون في شكل آراءكم ومقترحاتكم. نعم. وأفكاركم المسلمة. وتتواصلون مع الجميع عبر. صحيح. ما. نعم. تقدموه من برامج. نعم. نعم. هذه بكل تأكيد هي مفاهيم عالية جدا من خلال. نعم. جمعية نهضة العلماء. نعم. نعم.
ونحن نريد يعني نغرسها لنفوس المسلمين. مثلا التسامح، يعني نحن ليس نتسامح مع المنكرات، لكن نتسامح مع الآراء ما دامت هذه الآراء منسوبة إلى الأدلة الشرعية المثبوتة. وهكذا مثلا في التسامح، مثلا كذلك في التوازن، لا نتطرف في الأفكار ولا في الأفعال، هكذا كي نتوازن بين تعاملنا. هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام المعتدي، الإسلام نريد نرفع هذا الشعار كي لا تهتم الإسلام بمثلا بالإرهاب مثلا أو بصفة غير محمودة. غير حقيقية في الإسلام. وهذه مسؤوليتنا، ليس مسؤولية هذه الجمعية. مسؤوليتكم ومسؤوليتنا كل المسلمين. أيضا من خلال هذه الجمعية محمد حنبلي، تنفيذ مثل هذه البرامج يحتاج إلى مجهودات كبيرة وخارقة من كل أعضاء جمعية أعضاء نهضة العلماء هذه الجمعية. وعلاقتكم كما ذكرت بكل منظمات ومجتمعات المجتمع المدني والفرعيات في كل أنحاء العالم، ترعون الجوانب المختلفة في كل أنحاء العالم وكل الشعوب. التفرغ الكامل مثل هذه الأعمال كيف تكون؟ أنتم الآن طلاب داخل جامعة إفريقيا العالمية، وأيضا داخل كليات جامعات سودانية مختلفة تجمعون في هذه الجمعية، كيف تتفرغون لإقامة مثل هذه البرامج؟ يعني بروفات لشكل المدارس تتم، والجانب الدراسي والأكاديمي أنتم مطالبون بالتجويد وحصول على ذيات عليا، خاصة تأتون من أهاليكم إلى بلدان مختلفة، ترجعون إلى أهلكم بشهادات عليا. كيف توفقون ما بين أعمالكم وبين هذه البرامج؟ الحمد لله، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى ليس هناك صعوبة علينا أن ننظم أوقاتنا بين الجامعة وبرامجنا في الجمعية نهضة العلماء. وهذه لا شك أن هذه الجمعية جمعية مباركة، يعني الذي نشاطها يعني لله تعالى. يعني فمثلا أهدافنا توازن وتواصل وتسامح، عندنا البرامج الداخلي والخارجي. الداخلي نحن يعني نعطي البرامج لإخواننا الأعضاؤنا جمعية نهضة العلماء، كيف نفهم، كيف هم يفهمون هذه القضية الإسلامية جيدا. في هناك يعني دروس وسمينارات، وأيضا يعني نعطي بالمناقشة يعني من أدلة المختلفة. يعني ليس هناك ماذا يعني تضيق بين نحن نأخذ مثلا في إندونيسيا غالبنا شافعية، بل ممكن كلنا شافعية في إندونيسيا، لكن ليس نضيق هذه المناقشة في هذه المذهب، في هذا المذهب فقط، لكن نأخذ دليل من مذهب أيوة المذاهب الأخرى. يعني فهذه من برنامج الداخلية. وهناك البرنامج الخارجية، يعني كيف نؤهل إخواننا في جمعية نهضة العلماء، نستطيع أن نشير هذه الأفهام الجيدة للمجتمع الإسلامي، وخاصة نحن في السودان، كيف نحن نفهم إخواننا في الجامعة، كيف نحن نفهم نتكلم وماذا نعلمهم، خاصة أنهم مختلف الجنسيات. نعم، مختلف أنحاء العالم داخل جامعة إفريقيا العالمية. أيوة نعم. وطبعا عندنا يعني النظام خاصة لأعضاء جمعيتنا، نحن في السنة الأولى لابد علينا كلنا يعني ماذا نسكن في سكن داخلية. هذه الماذا مهمته، يعني حتى نحن نستطيع أن نمارس لغتنا العربية، لأن الدعوة مع شعب السودان طبعا باللغة العربية. ولازم علينا أن نفهم اللغة العربية جيدا. والثاني، نستطيع ماذا يعني علاقتنا مع إخواننا من جنسية المختلفة. إذا كان نحن نسكن في داخلية، نتعارف بيننا وبين يعني الجنسية المختلفة من الطلاب في الجامعة الإفريقية العالمية. وهذه يعني أهدافنا، لماذا هؤلاء لابد أن يسكن في داخلية في السنة الأولى.
وإذا كان هم قد يفهم كيف علاقتهم مع إخوان في جميع أفريقيا هم يستطيع ويسهل عليهم أن يشر هذه المعلومة كيف يعني الإسلام الحقيقية. الإسلام ليس الدين يعني الإرهاب, الإسلام هي دين يعني الجميل والتسامح والتواصل, المحبة والسلام. أيوة نعم والسلام يعني. كل تأكيد عبر التسامح والتوازن والتواصل مع بين كل الأفكار الإيجابية في حق الإسلام والمسلمين. نكون نحن وياكم من خلال هذه المساحة عبر رحاب الجامعة, كنا في حضرة واحدة من الجمعيات التي تقوم على إقامة عديد من البرامج الدينية والدعوية من خلال جمعية نهضة العلماء. سعيدنا جدا بكم صديق فتح الرحمن مستشار جمعية نهضة العلماء, أيضا محمد حنبلي رئيس المكتب التنفيذي. سعيدنا بكم خلال هذه المساحة, هذه اللقاء إن شاء الله. نعم لكم التحية, وأيضا كل الإندونيسيين يمدحونني صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يفوتنا في هذه المساحة أن نأخذ هذه المساحة عبر وجودكم الصديق ومحمد لتسمعونا واحدة من المدايح والشهادات التي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله, صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله, توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. جمعية نهضة العلماء ومحمد حنبلي رئيس المكتب التنفيذي لهذه الجمعية جمعية نهضة العلماء. أيضا الشكر يمتد لجمعية شفاء القلوب التي أمتعتنا من خلال عديد من المدايح في حق النبي صلى الله عليه وسلم. تحياتي والفريق العامل في رحاب الجامعة عبر هذه الحلقة الخاصة والمتميزة التي استضفنا فيها جمعية نهضة العلماء. إلى لقاكم في الأسبوع المقبل من خلال في رحاب الجامعة. تقبلوا تحياتي وكل الذين تابعونا, أيضا الذين وقفوا معنا من خلال في رحاب الجامعة, كل الشباب موجودين داخل يسيدو, لكم التحية. إلى اللقاء في مقابلة أخرى. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله باع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم سلام عليك صلوات الله عليك. Make the trumpets blow.